بس سالي كانت هي والده احمد، والده الطفل. وبالتالي المفترض ان تبقى سالي هي اكتر حد قادر يفهم الولد ولا في الاول لما يعني في اول المسرحيه مش بنشوف ده، بنشوف ان هي مع الاب مش قادره تستوعب ان هي خلفت ولد من ذوي الهمم، او ولد ما بيقولش حاجه، ما بيتكلمش غير جمله واحده، هنروح فين يا بابا، ولا مش طفل طبيعي كمان. فطبعا صدمه، اي اب وام عايز ابنه طبيعي او زيه، فجاه بيلاقي ابنه او ما خلفه يعني، بيلاقوا ابن مش طبيعي، فبتبقى الصدمه بقى هنا، بتبقى رافضه برضو زي الاب، لحد ما في لحظه معينه بتفهم ابنها وبتحس بيه، ان هو بيقول لها مثلا كلمه يا ماما، بس قالها لها فين يا ماما، بس يا بابا، يقول لها يا بابا عادي. بس هي فهمتها ان هو بيكلمها هي بقى. في لحظه معينه بتفهم، بس بيكون بقى هي حستها. يعني هو قال لها هنروح فين يا بابا، هو قال لها في الحقيقي هو القصد ان هو يقول ماما، بس اللي يطلع من بقه هنروح فين يا بابا، فهي حسيتها ان هي ماما، فراحت له قالت له انت قلت ماما، مش طبيعي. هو بالنسبه لها الاب بيطلع يسمعه بتقول له ده قال ماما، ده لسه قايل دلوقتي ماما، فالولد بيقول الاب بيقول له اتكلم قول اي جمله، فبيقول هنروح فين يا بابا، بيقول نفس الجمله، فبيقول لها وسعي ويسيبها وينزل. طيب تعالى نروح عند بابا مصطفى.